أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني. اليوم الفيديو عن وصفة كتير طيبة وسهلة ومطلوبة كتير كتير طلبوها مني. قدرت قادر هالكيكة اللي بتكون طبقة من الكريم كراميل وطبقة من كيك الشوكولا. حنشوف كيف بتطلع معنا هيك شكلها حلو. بتقلب الكراميل ما بيلزق بالقالب، بيطلع هيك بشكل ميرور كأنه مراية. رح نبدأ بتحضير طبقة الكراميل. بدي كوب كامل مليان من السكر، سكر عادي سكر الشاي. بدي احطه بطنجرة او بكسرولة على نار خفيفة وما بحرك ابدا، بخليه على نار هادية. والافضل بالكراميل نستعمل مقلاية او كسرولة لونها فاتح حتى اقدر اشوف لون الكراميل. بس يدوب السكر من الجوانب هون ببدأ بحرك، ودائما ناري خفيفة. واذا لقيت انه ارتفعت الحرارة برفع مقلايتي او طنجرتي عن النار، بخفف عنها النار. بلش بحرك لحتى يدوب السكر من كل الجهات، ما يصفى فيه تكتلات، يصفى هيك ناعم. باخد كل الحواف كمان، المهم النار تكون خفيفة بصنع الكراميل. بختار اي قالب بدي اياه. انا حاختار هذا القالب، دهنته بمعلقة زيت نباتي، دهنت الحواف كلياتها وخاصة من المنتصف، فالقطعة المدورة بالمنتصف معلقة زيت نباتي. وبعدين بصب الكراميل فوق القالب بهذا الشكل وبخليه على جنب، بدي اياه يبرد. هون صبيته هو سخن فورا من النار، وبترك هلا القالب على جنب لحتى يبرد. وبدنا نحضر الكريم كراميل. بدي كوبين وربع من الحليب، هدول كوبين، لسه بدي ربع كوب من الحليب. بحط الحليب على النار، نار خفيفة كتير، بدي اياه يدفى يعني يصير دافئ، ما عم يغلي انما دافئ. بوعاء تاني عندي 4 حبات من البيض، ضيف عليهم معلقة مليانة من الفانيليا، ضروري تكون الفانيليا منيحة ومعلقة مليانة من الفانيليا. عم ضيف فوق البيض 1/2 كوب من السكر العادي ومعلقة صغيرة من النشا أو الكورن فلاور. وبنبدأ نخلطهم مع بعض حتى يمتزج البيض مع السكر، واتأكد إنه النشا داب تماما، يعني شغل الدقيقة دقيقتين مو أكتر. إذا بتحبوا تستعملوا خلاط الكهرباء بيصير. الحليب عندي دفي، صار دافي ما له سخن إنما دافي. هلأ نبدأ نضيف الحليب فوق البيض شوي شوي، أعمل تيمبرينج أو تعديل حرارة. فبضيف هيك الحليب مع الخلط، شوية حليب فوق البيض مع الخلط، بس حس إنه صار البيض مختلط بقسم هالحليب. هون عم عدل الحرارة حتى ما يستوي معي البيض، بس هيك ضيف شوي من الحليب فوق البيض. هلأ برجع باخد خليط البيض كله بحطه فوق بقية الحليب وبتأكد انه اختلط تمام. بهالمرحلة لازم ريحة الخليط تكون فانيليا ضروري، وإلا بيطلع الكريم كراميل طعمه مزنخ، فلذلك لازم كمية الفانيليا تكون منيحة ونوعيتها منيحة. حطيت خليط الكريم كراميل على جنب وبدنا نبدأ نحضر الكيك. عندي 3 حبات من البيض، معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا، ببدأ بخلطهم مع بعضهم ينخفقوا هيك لمدة دقيقة دقيقتين. بدي تقريبا 1.25 كوب من السكر، كمان سكر عادي. وبنبدأ نخلط البيض مع السكر والفانيليا، ما بنحتاج هون خفاقة كهرباء، بس إذا بتحبوا فيكن تستعملوها. مجرد 2 3 دقائق ينخلطوا كلياتهم مع بعضهم. هلأ رح ضيف عليهم السوائل. عندي 1 كوب من الزيت النباتي، وبيضيف عليهم كمان 1/2 كوب من الحليب. هدول هنين السوائل، بخلطهم بتأكد انه انمزجوا كلياتهم كتير منيح والسكر داب. هلأ رح نخلط النواشف. طبعا بدي طحين منخول، 2.25 كوب من الطحين اللي نخلناه قبل بوقت، وبدي ضيف عليهم 1/4 كوب من الكاكاو البودرة، كمان بده يكون منخول. بخلط النواشف مع بعضها. هلأ رح ضيف البيكنج باودر، بدي معلقة كبيرة ونص، معلقة ونص من البيكنج باودر ورشة ملح صغيرة. هاي النواشف كلياتها صارت جاهزة بخلطها، بتأكد انه البيكنج باودر انخلط معهم، وبضيف عليها السوائل البيض والحليب والزيت اللي خلطناهم قبل. وبنبدأ نخلط بالويسك او بمعلقة بسباتشولا مثل ما انتو بتحبوا، بس مجرد يختفوا النواشف وبوقف خلط، ما بضل عم بخلط. هيك صار عندي خليط الكيك صار جاهز، هيك قوامه هيك لازم يكون. وهلأ رح نبدأ نطبق الكيكة تبعنا. قدرت قادر. أول طبقة عملناها هي طبقة الكراميل، صارت هي بالقالب موجودة وبردت. هلأ بدي ضيف عليها طبقة الكراميل اللي خلطناها. أنا بحب صفية
أفضل، يعني إذا كان فيها أي شوائب أي شيء مدايب فحص فيها هيك بمصفاية صغيرة. هاي الطبقة الثانية هي طبقة الكراميل، هلأ منضيف عليهم الكيك. طبعا الفرن سخناه درجة حرارة 175، ضيف طبقة الكيك هيك فوق طبقة الكريم كراميل كلياتها هلأ لحالها بالفرن بتفصل. هيك صارت كيكتي جاهزة وفرني سخنته قبل بعشر دقايق. بدي أحط الكيكة داخل صينية وتحت أنا حطيت منشفة أو فوطة مطبخ، وهعبي هالصينية بالمي. هالحركة بنعملها لما بنعمل كريم كراميل أو قدرة قادر أو كريم برولي، حتى نوصل الحرارة للكيك ببطء، ما تكون حرارة قوية. فحطيت قماشة كأنه هيك عازل أو بشكير مطبخ، منشفة مطبخ عازل بين الكيكة والصينية، والصينية هعبيها بالمي. حرارة 175 تقريبا، بتاخد بالفرن شي ساعة. بتلاحظوا بعد تقريبا 40 دقيقة كيف بيفصل الكيك عن بعضه، بيرتفع الكيك لفوق والكريم كراميل نزل لتحت. هلأ 10 دقايق تانيات بس بهيك ستيك أو عودة بقدر أعرف إذا نضج الكيك أو لا. بطالع القالب من الفرن وبخليه يبرد أقل شي 6 ساعات، بحطه بالبراد وممكن لتاني يوم. تاني يوم أو وقت يبرد تماما يصير بارد، طالعه من البراد بخليه بحرارة الغرفة تقريبا شي نص ساعة، بعدين بحرر الأطراف بسكينة أو بسباتشولا خاصة الدائرة اللي بالنص، وبعدين بقلبه على صحن التقديم. ما بيعلق معي أبدا. وإذا بتحبوه فيكن تحطوا القالب بشوية مي سخنة، تعبوا مي سخنة بفك الكراميل دغري وبينزل بكل سهولة وما بيعلق الكراميل أبدا. بتلاقيه بينزل بهذا الشكل وشكله بيطلع كتير كتير حلو، يعني هيك لحاله بيتقدم حتى تزيين ما بده. تلاحظوا كيف ما بيعلق الكراميل بقلب القالب وانفصلت الطبقات عن بعضها. بدكم تخلوه هيك أو إذا بتحبوا فيكم تزينوا. أنا أحط له شوي من قطع الشوكولا اللي هيك شكلها مثل القلب وقدمه بهذا الشكل. هي قدرة قادر، كيكة من أسهل الكيكات وكتير طلبوها مني الصبايا. إن شاء الله تحبوا الفيديو، بشوفكم بالفيديو الجاي.